بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد القادر مزرع المنسق الجهوي للمرصد الوطني لتخليق حياه عامه ومحاربه الفساد وحمايه المال العام. اولا نشكر جريداتكم الموقره اشواق على نقلها لهذا الحدث ونقلها الحقيقه للمتتبع الكريم. كيف ما لاحظتم معنا ان بالامس قامت السلطات المحليه باسفي بهدم اكبر سوق بحي كوكي اللي هو سوق ديال الباعة الجائلين اللي ولجوا للسوق الجديد. ونحن كجمعية حقوقية نتمين المجهودات الجبارة ونشد بحرارة على حسن المعاملة اللي تعاملوا بها السلطات وكذلك رجال الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة في مساعدتهم المواطنين في نقل الحاجيات ديالهم والدخول بهم الى السوق الجديد. كيف ما لاحظتوا معنا ولاحظ المتتبع الكريم، هذا السوق اللي كان هو اكبر سوق واكبر عائق اللي كان كيسببوا هذا السوق لا للساكنه وعلى التلاميذ ديال المدرسه الهدايه ولا حتى على الناس الماره. الحمد لله كيف ما كتشوفوا معنا الامور هي تحسنت. الشكر مره اخرى يرجع السلطات، وكنتمنى حتى من الناس اللي دخلوا للسوق. راه الناس الدوله عطاتك واحد المكان اللي هو لائق بك، حتى هذيك البلاصه خصك تحافظ عليها وتصوبها. ما يمكنش هاد الازبال اللي كانت هنا تدخلوها للسوق جديد. راه حنا لاحظنا للاسف الشديد بعد المواطنين دخلوا الكراراس ودخلوا هذاك الشيء اللي يديروا، هذا الشيء كيخسر حتى الجماليه ديال السوق. راه نتوما الناس المستفيدين خصكم تكونوا قدوه وتكونوا نتوما واحد المرآة ديال هذا السوق. ملي غيجي مثلا واحد سيد من حي اخر وغيجي غيقول بان الناس راه مزيانين، وحتى هذاك المنتوج اللي غتقدموا بانه مزيان. ما يمكنش ان الازبال اللي كتو فيها ندخلوه للسوق الاخر، تحطوا ليها مثلا اللحام وتحطوا عليها الدجاج وتحطوا عليها الخضره. لهذا الله يجازيكم بخير الباعه الجائلين اللي دخلوا واستافدوا من السوق، ان الدوله عطات حسنت لك الوضعيه وعطاتك واحد المكان، على الاقل تجيب واحد طويبله اللي زوينه ب 500 درهم ولا ب 600 وتحط فيها هذاك المنتوج ديالك. مره اخرى اشكر السلطات ديال اسفي وعلى راسها السيد عامل الاقليم اسفي السيد حسين شينان ورجال الامن والقوات المساعده. بالفعل ان السلطات ديال اسفي مشكوره، مشات في هذا النهج ديال تحسين الوضعيه ديال الباعه الجائلين. ما تبقاش هذيك العشوائيه وما يبقاش اكتظاظ وما يبقاش احتلال للملك العام. شفتوا معنا سوق البركه، السوق ديال مفتاح الخير، ها هو الحمد لله سوق الهدايه بحي كوكي. الاسبوع المقبل غيتحل سوق ديال البيير، والسوق الاخر راه في طور الانجاج اللي هو سوق ديال قريه الشمس اللي غيستافدوا منه الباعه ديال عزيب الدرعي وكذلك ديال الجريفات. السلام عليكم.
كنطالب من ناحيه السوق من ناحيه السلطه راه تعاونت معنا مزيان وتحولنا كنا بخير وعلى خير، كل واحد شد الماكين ديالهم، ولكن كنطالب هذاك الباب يتفتح على حسب سميتو على حسب الباركين اللي تمايا وعلى حسب الزبار سميتو راه خدامه راه مزيان والحمد لله بخير وعلى خير، ما كاين لا صداع ما كاين لا حتى شي حاجه، غير ما هو السوق عندنا لداخل راه باقي فيه شويه ديال سميتو ديال الرواج ديال سميتو الناس ما شاداش البلايص ديالها، كاين فيه شي حاله ديال الصداع، ولكن السلطه راه بخير وعلى خير الحمد لله، ما كاين لا صداع لا والو، تحولنا بسهوله، عطاونا واحد المهله ديال مده الخميس ان شاء الله، كنا نهار الخميس الحال الحمد لله حيدنا، نهار الخميس ملي جاونا لقاونا هازين حوايجنا هازين كل شيء سلعتنا حيدناها بخير وعلى خير، دابا كندورو بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي حاجه. العشوائيه حيدات ما بقاش عشوائي، الوسخ ما بقاش، ولكن حتى في المحلات الداخل بخير وعلى خير، ما خصنا حتى شي حاجه الحمد لله، الا الماء والدوره حتى هو دخل والناس هما خدامين، السلطه حتى هي خدامه معنا معاونه معنا، الله ينصر سيدنا والله ينصر الاسره تا هما. مده ثلاثه الخطرات حنا كنتحرقوا، انا بنفسي مشات لي 34 مليون 34 مليون، ما كاينش تعويض ما كاينش تعويض، كنا مهددين الحريق دائما، مهددين السارقه، مهددين الجله ديال الحوايج، ولكن الحمد لله ملي دخلنا لهاد المحلات بخير على خير الحمد لله، هذا هو المشكل اللي كاين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.